وهنبدأ بالشرقية، 8 دوائر انتخابية مخصص ليها 42 من المقاعد، 21 في نظام القايمة و21 في نظام الفردي، بيتنافس عليهم 246 من المرشحين. معنا على التليفون الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، برحب بيك يا فندم. والنهاردة يعني يوم كان مزدحم أكيد بالأعمال، خاصة مع بداية المرحلة الثانية وسط أجواء من البرودة والأمطار. أمطار، إيه الأخبار؟ مساء الخير يا أستاذة إيهام على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. الأمور يا فندم جيدة، عندنا الإقبال جيد على جميع اللجان، إحنا في غرفة العمليات لغاية دلوقتي. الحمد لله ما تمش الإبلاغ عن أي عوائق أو أي تخرقات أو أي محاولات للتأثير على العملية الانتخابية. الأمور الكثافة التصويتية زادت بعد الساعة 4 بصورة ملحوظة جدا، تخطينا دلوقتي أكثر من 15% من كتلة الأصوات. حضرتك عارفة إن الكتلة التصويتية داخل محافظة الشرقية رقمها كبير، 4,427,000 ناخب. زي ما حضرتك قلت بالظبط، إحنا عندنا 42 مقعد، 21 قايمة، 21 فردي. فالأمور الحمد لله تسير بصورة جيدة جدا على جميع اللجان. عندنا 1,597 لجنة فرعية، الحمد لله ما عندناش أي مشكلة. كنتوا مستعدين ازاي سيادة المحافظ لأي تغير في الأجواء، يعني مع أخذ الحذر طبعا اللي احنا شايفينه في محافظات مختلفة تجاه فيروس كورونا؟ طبعا حضرتك عارفه ان كل الاجراءات الاحترازيه تم التاكيد عليها وتم التجهيز ليها من خلال كابين التعقيم ومن خلال استخدام الكمامات واستخدام المطهرات. كمان حضرتك تم تعقيم اللجان قبل العمليه الانتخابيه، وان شاء الله النهارده بعد الانتهاء يتم عمليه التعقيم برضه. بالنسبه للامطار طبعا انت عارف حضرتك معمول مظلات موجوده في مداخل اللجان كلها بحيث ان الناخب ما يقفش في الامطار. احنا الحمد لله في محافظه الشرقيه ما حصلش عندنا امطار لغايه دلوقتي والجو جيد الحمد لله. ايه الشكاوى، اخبارها ايه او اي مشكله؟ اكيد حضرتك يعني رصدت اكتر الموقف من خلال متابعتك. لا والله يا فندم ما كانش فيه شكاوى ولا اي حاجه، الامور كانت جيده. ممكن يكون حصل تاخير حوالي لجنتين من 1,600 مع حاجات بسيطه يمكن نص ساعه ولا حاجه، ده المشكله اللي قابلتنا صباحا. وما كانش فيه مشكله، على طول اشتغلت اللجان. ما رصدناش حاجه نقدر نقول عليها ان هي مؤثره او احتاجت تدخل مننا مباشره من خلال المتابعه على مدار الساعه. الامور الحمد لله يعني بعض مثلا حد جاله مغص ولا حاجه فالاسعاف تدخل وتم تغيير الموظف اللي هو موجود في اللجنه دي، الحاجه الوحيده اللي حصلت النهارده. غير كده الامور كانت ماشيه كويس جدا ما بين كل الساده المتقدمين للانتخاب، حتى الساده المرشحين نفسهم كان في نوع من انواع التعاون والتنسيق ما بينهم، ما لاحظناش ان في تناحر او اي حاجه تعكر صفو العمليه الانتخابيه الحمد لله. شكرا دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شكرا جزيلا. خلينا نشوف المعلومات الخاصة بالشرقية. محافظة الشرقية مساحتها الإجمالية 4,180 كيلومتر مربع، عدد السكان 7,527,360 نسمة، يحق ل4,407,747 ناخبا وناخبة التصويت. تضم 8 دوائر انتخابية ومخصص لها 42 مقعدا بمجلس النواب، 21 مقعد بنظام القائمة، و21 بنظام الفردي. عدد المرشحين 246 مرشحا، ويتنافس بها القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر.